سأل أعرابي رجلا مشهورا بحكمته قائلا: يا حكيم، هل تعرف ما الذي تريده المرأة بالضبط؟ فرد الحكيم بقوله: صحيح أنا حكيم، بس مو لهالدرجة. هلأ بعيد عن المزح ونحكي جد، أنا أعتقد أن المرأة تبحث مع الرجل عن الأمان، لأن الأمان أعلى مرتبة من الحب. تبحث عن الاهتمام والاحترام، بدها تحس إنها شريكة مش تابع، وإنك فعلا شاري مش بايع. تحسسها أن مرحلة وصول نهاية الأمور مش نزوة أو محطة عبور. أما التردد وتغيير الرأي مليون مرة بالساعة والعاطفة المفرطة، فهذه ربما من أحلى خصالة كون أنثى وامرأة.